إذن نربط الاتصال البث المباشر مع موفدة الشرق نيوز زميلة ياسمين سبع المتواجدة بمستشفى دريد حسين بالجزائر العاصمة. أهلا بك ياسمين، وماذا لديك؟ صباح الخير رمزي، صباح الخير لكل مشاهدينا بقناة الشرق نيوز. إذن أنا متواجدة الآن بمستشفى دريد حسين للأمراض النفسية والعقلية بالعاصمة. طبعا الآن يحضر معي كما ترون بالأمامي الآن المختصة النفسانية الدكتورة نوال فضيلي، مختصة نفسانية رئيسية في مستشفى دريد حسين. طيب احنا الآن أردنا زيارة بعض الأخصائيين النفسانيين طبعا لوضعنا في الصورة طبعا للحالة أو للفاجعة التي حدثت يوم أمس. طبعا صباح الخير دكتورة، الآن أنت متواجدة الآن معنا في مباشرة في بلاتو الشرق نيوز. البارحة حدثت طبعا كلنا سمعنا يعني بالفاجعة التي ألمت بلاد 257 شهيدا مدنيين وعسكريين إثر تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك ولاية البوليدة. طبعا نفقد عزيزا واحدا نتألم، فما بالك ب 257 يعني حصيلة ثقيلة نوعا ما. حطينا طبعا في منظور نفسي، طبعا هذه الصدمة أين يمكن أن ندرجها؟ بعد بسم الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتقدم أنا باسمي الشخصي وجميع اللي يخدموا هنا في دريد حسين من أخصائيين نفسانيين وأخصائيين لبسيكاتر جوزير لبسيكاتر بالتعازي. نعزي جميع العائلات الضحايا الذين هم بمثابة شهداء الوطن، ونعزي بالأخص رائد طائرة دوسان اسماعيل الشهيد الذي تحلى بالشجاعة والحكمة أثناء الكارثة، أقول أثناء الكارثة لأنه استطاع أن يتخذ أن قرار، وهو أثناء الكارثة هذه استطاع أن يتخذ قرار أن يتفادى أن يضحي بالمواطنين، وفضل الاصطدام بالمزرعة بدلا من أن يصطدم بالمباني التي بعدها ستكون يعني الأخر عدد الضحايا تكون تجنب يعني الوقوع أو المزيد أو فعلا المزيد من الضحايا. طائر كان شجاع يعني في تلك اللحظة دكتور. طيب حطينا في الصورة فقط ماذا حدث يعني أمس، أين يمكن أن ندرج هذه تلك الصدمة؟ الصدمة الكارثة اللي حدثت الأمس نقدر نقول عليها ما هيش صدمة فردية، إنما هي صدمة جماعية. نقدر نقول عليها هي صدمة جماعية، وهذه الصدمة الجماعية في المرحلة الأولى الإنسان ما يصدقش الحادثة هذه الوقت نفسيا، بعد ما تجوز الأيام الإنسان يقدر يتعامل معها نفسيا ويقدر يتقبل الواقع ويقدر بالصبر والتحلي بالإيمان. لكن في بعض الحالات نقدروا نقولوا بلي كاين بعض الأشخاص وين ما يتقبلوش هذه الحالة، ما يقدروش يتجاوزوا المرحلة الأولى وما يقدروش يتجاوزوا المرحلة الثانية، ويقدروا وين توقع حالات اكتئاب، حالات قلق، حالات وين تظهر أعراض على الضحايا شهود العيان، خاصة منها الكوشمار par exemple les cauchemars الإرهاق، ما يقدروش يتعاملوا مع النشاطات اليوميه. وهذا الشيء الى الشهود العيان، نهضروا على سورتو شهود العيان شافوا باللي ظهرت عليهم اعراض كما هذه، انا ننصحهم من هذا المنبر ننصحهم يتجهوا الى الاخصائيين النفسانيين اللي يقدروا يعاونوهم بالبزاف، باسكو كاين بزاف طرق نقدروا بهم نجوزوا هذه المرحله باذن الله، كسا صوا حنا ولا لي فيكتيم
دونك لي تيموان سورتو لي تيموان. يعني انت الان تقولي انه مرحله الصدمه ربما تمر عليها كثير من المراحل، يعني فقدان عزيز او ربما فقدان احد العائله، تمر كثير من المراحل، اعراض نفسيه تظهر. طبعا مدام قولينا يعني بالضبط، يعني ربما باش الانسان ما يقدرش يقدر يتفادى هذيك الصدمه ويتعامل مع هذيك الصدمه، اذا كان هناك حل نفسي ربما او ربما نصيحه من عندك. ننصح يعني المجتمع الجزائري انه يكون هناك كلام على هذه الكارثه اللي وقعت، سواء على مستوى الاسره ولا على مستوى الجماعات، يعني الاصحاب بيناتهم نهضروا على الكارثه هذه اللي وقعت، يعني ما نكتموهاش باش يقدر يكون انت ديبريفيغ، وان الانسان ديشارج هذا يحط يقدر يوصف الحال، يعطي كلمات الكارثه هذه اللي صارت. سي اون لابوراسيون، يعني بو ميتر لي بوين سور لي زي، سي اون لابوراسيون، نعطوا كلمة على الكارثة هذه اللي وقعت باش ما تصارش هناك صدمة، يعني صدمة واقعية، يعني صدمة وين لازم لها يعني تشخيص، ولازم نعم إذن ياسمين، ولازم لها تقنيات باش الإنسان يقدر يتجاوزها باش ما يطيحش في الاكتئاب. نعم ياسمين شكرا مدام. نعم 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 زميلي وافي أنا في الاستماع. نعم إذن شكرا جزيلا لك سميرة. شكرا على جزيلا كل... هذه بعض تصريحات المواطنين. نعم. لهما أيضا عاشوا أوقات عصيبة جدا كما قلت زميلي رمزي، ومشاهدين على غرار بقية الوطن ولاية الوطن وللجزائر عامة، الجزائر في حداد قلبا. نعم. ويعني وشيء باين على وجوه المواطنين اللي سألناهم الآن. إليك الخط زميلي. نعم شكرا جزيلا لك سميرة يراتني، كنت معنا مباشرة من شوارع الجزائر العاصمة لرصد ردود فعل الشارع الجزائري. نعم كما قلت من قالمة، من عنابة، قسنطينة، وهران، تلمسان، ربما من جلفة، غردايا، بسكرة، مسيلة، هي كل ولايات الوطن شهدت ربما هذه والفاجعة التي ألمت بالجزائر كلها. إذن نعود إلى الزميلة ياسمين أسباع الموجودة الآن في دائما بمستشفى دريد حسين بالجزائر العاصمة. ياسمين ربما سؤالي، هل يجب سؤالي للنفسانية أكيد، هل يجب وضع خلية إنصات للاستماع لأهالي الضحايا، وهناك أيضا من تلقى الصدمة إثر هذه الفاجعة، هل يجب وضع خلايا لإنصات وإرشادهم وتكفلهم اجتماعي؟ أولا زميلي رمزي أنا معك الآن على الخط، طبعا سؤالك سيطرح الآن على الطبيبة النفسانية الآن متواجدة معي. إذن سؤال، يعني جراء هول هذه الصدمة، يعني هل يجب، كذلك ذكرتي أنه هناك مجموعة من الأعراض جراء تلك صدمة الموت، صدمة فقدان العزيز، صدمة العائلة إلى غير ذلك، هل يجب أنه تكون هناك خلية أزمة ربما ربما تفادي بعض الأعراض ربما تكون مزمنة من قبل يعني جراء التأثير الذي حدث من هول أو تلك الفاجعة؟ نعم انا رايي بعد الصدمه، قلت لك بعد الصدمه الانسان يتجاوز عليه بعض المراحل، انه المرحله الاولى ما يتقبلش الواقع، ما يتقبلش ان صارت حاجه كما هذه، ما نتقبلوش احنا كمجتمع ان صارت حاجه كما هذه، مي ان فات هي واقع. وكان مراحل، بعض المراحل بعض الايام تجاوز مراحل وين الانسان يبدا يتقبل بالعقل يبدا يتقبل، لانه ربي سبحانه اعطانا الجهاز النفسي وين يخدم خدمته وحده. كي نبدا نتكلم مع الاسره، نتكلم مع الاصدقاء، نتكلم مع الجماعه، نتكلم مع نتبادلوا الاراء، وكاع الجهاز النفسي يخدم خدمته وحده. اذا كان الجهاز النفسي سليم، ربي سبحانه وتعالى اعطانا جهاز نفسي وين يخدم خدمته، نعيطوا لها سيتوني لابوراسيون بالهضره، كونط اون مي لي بوين سور لي زي ونفهموا القضيه واش صرا فيها، الانسان يقدر يتجاوز المرحله هذه. وشنو من الاول الانسان ما يتقبلهاش، مي مع مرور الوقت
يبدا يتقبل بالعقل بالعقل بالعقل. وشنو كاين وين الناس كاين وين نقدر نحو من المجتمع الجزائري بعض الاشخاص وين يكونوا هشين في عندهم جهاز نفسي هش يعني سون سنسيبل. الوغ الناس هادو ما يقدروا ما يتجاوزوش المرحله هذه فاسيلمون وين يقدروا يطيحوا في دي ديبرسيون وين يقدروا يطيحوا في يديروا دي كوشمار الارق ما يرقدوش في الليل صار تخوفات صار يقدروا دي جون وين من سمعوا الحاجه هذه ما يعاودوش يركبوا كاع نافيون دونك يقدروا يصراو حوايج بزاف كما هادوما. الو واش نقول واش نقول النصيحه اللي نقدر نقولها للمجتمع الجزائري ونقدر نقولها لينا احنا تانيك انه لازم يكون ان بارتاج في الاسره ان بارتاج مع الاصدقاء. ولا كان الانسان شاف روحه ماهوش قادر يتجاوز هذه المرحله وحده يروح يتجه الى الجماعات اللي هي مختصه في التكفل بهذه الاشياء بلي تروماتيزم هذا كوليكتيف ولي تروماتيزم نهضر على الصدمات الفرديه ولا الجماعيه. وانا هنا كاخصائيين بالتقنيات اللي تعلمناهم كاين بزاف تقنيات ونقدروا بهم نتجاوزوا هذه المراحل منها لو ام دي ار باغ اكزومبل لو اف تي لا ريلاكساسيون لو ديبريفينغ بزاف حوايج نقدروا بهم نتجاوزوا هذه الازمه ان شاء الله جماعيا يعني. طيب دكتورة يعني بعض الأفراد الجزائريين ربما عندهم تحرج من كلمة طبيب نفسي أو ربما استشارة نفسية، يعني وش نقدر نقول لهم في هذه الحالة؟ يعني نقدر نقول لهم في هذه الحالة أنا كأخصائيين نفسانية حنايا أنا كأخصائيين نفسانيين إلا شفنا روحتنا باللي ما لاش قادرين الحاجة كما يقدر يكون بارتاج مع نوتر كوليغ ونقدر نتحدث معه نقدر نروح عند أنايا نقدر نروح عند الكوليغ تاعي أخصائي نفساني ولا نقدر نروح عند سيكاتر وجوي بارتاجي معاه الحال الكارثة هذه اللي صارت ماهيش عيب هذيا. دونك يعني الأخي أكساسوا نروح عند الطبيب تاعي ولا نروح عند الأخصائي النفساني ولا نروح عند سيكاتر ماهيش حاجة يعني ماهوش عيب نو au contraire pour évoluer pour accepter la chose pour علاش au contraire d'accord. طيب دكتوره ممكن كلمه اخيره فقط يعني باش نختموا هذا اللقاء معك. الكلمه الاخيره اللي نتوجه بها لجميع المواطنين حنايا كاخصائيين نفسانيين انا هنا من هذا المنبر نقول لهم انا هنايا واجدين اللي يسحق مساعده نفسانيه انا لهنا بكل تقنيات ما كاين حتى مشكل والباب تاعنا مفتوحه. شكرا مدام يعطيك الصحه. شكرا دكتوره. اذا رمزي الان الدكتوره قامت بتوجيه عده نصائح وتوجيهات لعائلات الضحايا ولكل الجزائريين جراء الفاجعه التي مرت بنا يوم امس فاجعه فقدان 257 شهيدا يعني جراء تحطم الطائره العسكريه بالبليده. نعم اذا معك الخط. نعم إذن ياسمين صباح موفدة شرق نيوز إلى المستشفى دريد حسين بالجزائر العاصمة شكرا جزيلا لك ولضيفتك الكريمة.